وبالشفاعة لأهل المحشر قد خصه الله كما في الخبر. بالشفاعة لأهل المحشر أي للناس عموما في عرصات القيامة، قد خصه الله تبارك وتعالى كما في الخبر. والشفاعة في الخير محمودة بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري: اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على يد نبيه ما شاء. ولا تكون إلا بإذن الله، لقول الله تبارك وتعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، كما في سورة البقرة. ولقوله تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. وقوله تبارك وتعالى كما في سورة طه: وخشعت الأصوات للرحمن ولا تسمع إلا همسا. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. وهي لا تنفع الكفار فلا يمكن أن يخرجوا من النار بالشفاعة أما تعالى الكفر، لقول الله تبارك وتعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب يوم الدين حتى أتانا اليقين. فما تنفعهم شفاعة الشافع، فما تنفعهم شفاعة الشافع. والشفاعة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهي الشفاعة العظمى الكبرى ليتخلص الناس من الموقف الرهيب إلى فصل الخطاب، تبدأ المحاكمة. والأصل فيها حديث الشيخين، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأتي الناس يوم القيامة فيطول عليهم الموقف فيقولون: تعالوا نذهب إلى أبينا آدم لعله يشفع لنا عند ربه. فيأتون آدم فيقولون: أنت آدم أبو البشرية، خلقك الله بيده وأرسل لك ملائكته اشفع لنا عند ربك. فيقول: إن ربي قد غضب، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما بلغنا، اشفع لنا عند ربك. فيقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضبه قط ولن يغضبه بعد، وإني قد أكلت من الشجرة التي نهاني عنها ربي. اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. فيأتون إلى نوح فيقولون: أنت أول
أنت أبو البشرية الثاني وأول الرسل إلى أهل الأرض، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما بلغنا؟ ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما بلغنا؟ فيقول: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضبه قط ولن يغضبه بعد، اذهبوا. وإني تعجلت دعوتي على قومي، تعجلت دعوتي فدعوت على قومي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم. فيأتون إبراهيم فيقولون: يا أبا الأنبياء، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما بلغنا؟ اشفع لنا عند ربك. فيقول كما قال آدم ونوح، ويقول يذكر أنه كذب ثلاث كذبات. هذه الكذبات قوله إني سقيم، وقوله بل فعله كبيرهم هذا، وقوله عندما كما في حديث الشيخان عندما مر بجبار من الشبابرة لا تذكر له امرأة حسناء ومعها زوجها إلا وقتل زوجها وأخذ المرأة، فسأله: ما هي علاقتك بهذه المرأة؟ قال: هي أختي، فهي أخته في الدين. فعندما جاءت سارة إلى الجبار هذا بدأ يتناولها شلت يده، فقال: ادعو الله لي ولا أضرك. فدعت الله له فأطلق، ثم أخذ يتناولها مرة أخرى فشلت يده مرة أخرى، قال: ادعو الله لي ولا أضرك. ثم نادى على حراسها قال لهم: إنما أتيتموني بشيطان لم تأتوني بإنسان، أخرجوها عني. وأعطاها هاجر، هاجر. فرجعت إليه وقالت له: إن الله تبارك وتعالى سلم من الجبار وأهدى هاجر. هاجر هذه أهدتها سارة لإبراهيم، وهي أم إسماعيل. قال: اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى. فذهبوا إلى موسى فقال كما قال الأنبياء قبله، لما ذكر أنه قتل نفسا بغير حق، وقال: اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسى. فذهبوا إلى عيسى فذكر ما ذكر الأنبياء قبله ولم يذكر ذنبا، وقال: اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فعندما ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا لها، وسجد تحت العرش، وفتح عليه من الثناء والمحامد ما لم يفتح لأحد قط. فقال له الله جل جلاله: ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى. الشفاعات أنواعها ثمانية، هذه الشفاعة الكبرى، ليخرج الناس من العاصات إلى فصل الخطاب، إلى فصل الخصام، إلى المحاكم والمحاسب. الشفاعة الثانية خاصة أيضا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهي الشفاعة في المخلدين في النار بالتخفيف من عذابهم. والأصل فيها حديث الشيخين في شفاعته في أبي طالب عمه عم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة، فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه. كانت ستعمه النار، لكن بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم جعل في ضحضاح من النار يغلي منه دماغه. الشفاعة الثالثة الشفاعة لأهل الكبائر الذين ماتوا على الإسلام،
وطلب لهم الشفاعة 4 مرات كما في حديث مسلم. في المرة الأولى عندما توجه إليهم بالشفاعة وسجد لله تبارك وتعالى وقال يا رب أمتي أمتي، قال له الله تبارك وتعالى أخرج من أمتك من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان. ثم سجد مرة ثانية ودعاه وقال يا رب أمتي أمتي، فقيل له أخرج من أمتك من كان في قلبه مثقال ذرة أو خردلة من إيمان. ثم سجد الثالثة وسأل الله وقال يا رب أمتي أمتي، فقيل له أخرج من أمتك من كان في قلبه أدنى 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 مثقال ذرة من حبة من خردل. ثم سجد وسأل الله فقال يا رب أمتي أمتي، فقيل له أخرج من أمتك من قال لا إله إلا الله. فهذه شفاعته لأهل الكبائر، وهذه ليست خاصة به، ويوم القيامة يشفع الأنبياء والعلماء والشهداء كما في حديث ابن ماجه وصححه جماعة من العلماء. قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع يوم القيامة 3: الأنبياء والعلماء والشهداء. وهذه الشفاعة أيضا يدل عليها حديث أحمد شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. الشفاعة الثالثة الرابعة نعم الرابعة الشفاعة الرابعة شفاعته لقوم من أمته استحقوا النار فلا يدخلون النار وإنما يذهبون إلى الجنة مباشرة. وهذه الأصل فيها الحديث الذي أخرجه ابن عباس موقوفا عليه، الحديث الذي رواه ابن عباس موقوفا عليه وأخرجه الطبراني. والشفاعة الخامسة، الشفاعة الخامسة هي شفاعته لأصحاب الأعراف الذين استوت حسناتهم وسيئاتهم، استوت حسناتهم وسيئاتهم، وسيئ استوت حسناتهم وسيئاتهم. فهؤلاء يشفع لهم أيضا كما في حديث ابن عباس موقوفا عليه عند الطبراني ويذهبون إلى الجنة. والشفاعة السادسة هي شفاعته لجماعة من أمته يدخلون الجنة بلا حساب، وهؤلاء هم الذين ورد فيهم حديث عكاشة بن محصن عكاشة بن في حديث عكاشة بن محصن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث أخرجه البخاري ومسلم، قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 من أمتي 70,000 من أمتي يدخلون الجنة بلا حساب. فقال عكاشة ادعوا الله أن أكون منهم، فقال أنت منهم. فقام رجل من المنافقين فقال ادعوا الله أن أكون منهم، فقال سبقك بها عكاشة. الشفاعة السابعة هي الشفاعة لمن استحق الجنة فترفع درجته في الجنة، وهذه الشفاعة الأصل فيها حديث أبي هريرة عند الشيخين، وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، وهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي
لا يشرك بالله شيئا. الشفاعة الثامنة، الشفاعة الثامنة هي شفاعته، الشفاعة الثامنة هي شفاعته صلى الله عليه وسلم إلى الجنة لأهل القنطرة، بعد أن يتجاوز الناس الصراط يقفون على قنطرة بين الجنة والنار، فلا تفتح لهم الجنة إلا بعد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فيؤذن لهم في دخول الجنة. والأصل فيها حديث أنس عند مسلم: أنا أول شفيع إلى الجنة. فهذه الشفاعات إذن منها الشفاعة في الكفار، والشفاعة العظمى، والشفاعة إلى الجنة، هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. وبالشفاعة لأهل المحشر قد خصه الله كما في الخبر: وافتتح الجنة إذ أرض العلي، وبعده كل نبي هو ولي. وهو الذي يفتتح الجنة، والأصل في ذلك حديث مسلم، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفتتح الجنة فيقال: من؟ فيقول: محمد. فيقول خازن الجنة: من؟ فيقول: محمد. فيقول: مرحبا بك، بك أمرت. ثم تفتح له الجنة، ويدخل بعده، بعد دخوله الجنة يدخل الأنبياء ثم الأولياء، يعني الصديقون والشهداء والصالحون، الصديقين والشهداء والصالحين، الشهداء الصديقين يعني الشهداء يعني الصديقين والشهداء والصالحين. نعم. وافتتح الجنة إذ أرض العلي، إذ تعليلية أنه رضي الله عنه وأرضاه، إذ أرض العلي، وبعده بعد ما يدخل هو كل نبي وولي، بعده يدخل الأنبياء ثم الأولياء، وبعده كل نبي وولي. والله قد أخذ كل البشر في عالم الذر بعهده السري، الله قد أخذ كل البشر في عالم الذر، أي عالم العالم الذي أخرجوا فيه كالذر قبل إبرازهم إلى الوجود الدنيوي، في عالم الذر، ذر تقال للنمل الصغير، في عالم الذر بعهده السري، أخذهم بعهده وميثاقه السري أي الكريم والشريف الذي فيه سعادتهم في الدنيا والآخرة، وهو شهادتهم أنه لا إله إلا هو، وأنه هو ربهم. والأصل في ذلك قول الله تبارك وتعالى في سورة الأعراف: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم وذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. وهذه الشهادة، الشهادة التي شهدها هؤلاء في عالم الذر، هذه الآية اختلف العلماء في معناها، فذهبت جماعة من العلماء إلى أن الله تبارك وتعالى استخرج ذرية آدم من ظهر آدم ثم كلمهم كفاحا وقال لهم: ألست بربكم؟ قالوا بلى. وأعادهم بعد ذلك إلى
أماكنهم، وثم يخرجهم إذا شاء أن يخلقهم يخرجهم على مراحل كما نشاهد في العالم الدنيوي. وهذا مذهب طائفة من العلماء، واستدلوا بأحاديث، منها حديث ابن عباس عند أحمد والنسائي وابن جرير وأبي حاتم والحاكم في مستدركه، وهو حديث صحيح. قال فيه ابن عباس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم بنعمان، يعني عرفة. ونعمان تقال لمكان بينه وبين عرفة عدة أميال، يعني عرفة، لكن في الحديث قرب بعرفة لأنه هو المعروف، يعني عرفة. إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم بنعمان، يعني عرفة، فأخرج من صلبه كل ذرية ذرعها فنشرها بين يديه وكلمهم كفاحا قال: ألست بربكم، إلى آخر الآية. والحديث الثاني حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند النسائي والترمذي وأبي داود وأحمد ومالك في الموطأ وابن جرير وابن حبان وابن أبي حاتم، وهو حديث صحيح كذلك. قال فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه: سئل عن هذه الآية: ألست بربكم؟ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم. فقال: سئل عنها النبي، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم سئل عنها فقال، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم سئل عنها فقال: إن الله خلق آدم ثم مسح على ظهره بيمينه فأخرج ذرية فقال: هؤلاء خلقتهم للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. ثم مسح على ظهره فأخرج ذرية فقال: هؤلاء خلقتهم للنار وبعمل أهل النار يعملون. فقال رجل: يا رسول الله، ففيما العمل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا خلقه الله للجنة يعمل بعملها حتى يموت على عمل استعمله في عملها. إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعملها حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخل الجنة. وإن الله إذا خلق العبد للنار استعمله بعملها حتى يموت على عمل من أعمال النار فيدخل النار. والحديث الرابع حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي داود وغيره، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله آدم استخرج من ظهره ذريته إلى يوم القيامة، أو كما قال راوي عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث الخامس حديث أنس عند الشيخين، قال فيه أنس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقال لرجل من أهل النار يوم القيامة: لو كان
لك ما على الأرض أكنت مفتديا به؟ فيقول نعم. فيقال قد فيقول الله تبارك وتعالى قد أمرتك بأهون من هذا، قد أمرتك، قد أردت منك، قد أردت منك أهون من هذا، وأنت قد أردت منك أهون من هذا، أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي. المذهب الثاني أن هذه الذرية التي أخرج الله من ظهر آدم بقيت لم تعدم، وإنما بقيت موجودة كأرواح، لأن الأرواح منذ أن استخرجت من ظهر آدم وهي موجودة. فإذا أراد الله إبراز شخص إلى الوجود أدخل الروح القديمة في الجسم الحادث، وهذا مذهب ابن حزم وجماعة من العلماء. والمذهب الثالث أن هذا من باب المجاز وليس على سبيل الحقيقة. وإذا أخذ ربك من بني آدم، والمراد به أن الله تبارك وتعالى فطر الناس على الفطرة، ودليل هؤلاء أن الآية ليس فيها أنه أخرج من ظهر آدم ذرية، وإنما فيها أنه أخرج من بني آدم من ظهورهم ذرياته. ويخلق ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياته، ولم يكن في الآية نص على أنه أخرج الذرية من ظهر آدم، ولكن يجاب عن هذا بأن التقدير وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم تبعا لآدم، تبعا لآدم، أنه أخرج من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم تبعا لآدم، لأن ذرية بني آدم الأصل فيها آدم. فعندما يستخرج بعض الذرية من بعض بعد استخراج الحلقة الأولى من آدم، فهذا استخراج في الحقيقة من ظهر آدم في عالم الذر، في نتحدث عن عالم الذر. إذن المذاهب ثلاثة، ومذهب الجمهور هو أنها استخرجت فعلا من ظهر آدم، يعني جميع الذرار إلى يوم القيامة، وأرجعت، يعني أنها أعدمت، أرجعت عدما. ثم قال والله قد أخذ كل البشر في عالم الذر بعهده السري، وهو على الدين الصحيح فطر. وكذلك الله تبارك وتعالى من لطفه بعباده أولا أنه أشهدهم على أنفسهم في عالم الذر، ثم بعد ذلك فطرهم على الدين، فطرهم على علم أن الله تبارك وتعالى موجود، وأن لهم ربا، الله تبارك وتعالى موجود وأن لهم ربا. فالله تبارك وتعالى يقول فطرة الله التي فطر الناس عليها، كما في سورة الروم، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. ويقول كما في حديث أبي هريرة عند الشيخين كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وهو على الدين الصحيح فطر كلا، يعني فطر كل الناس، وقبل المرسلين أعذر، قبل إرسال المرسلين أعذر، أي أعذر تأتي لمعنيين، تأتي بمعنى قبل العذر،
وتأتي بمعنى أزال العذر. أعذرت فلانا معناه أسقطت عذره لم أوقله عذرا، وأعذرت فلانا معناها قبلت عذره. والمراد هنا في هذا النص قبول العذر. الله تبارك وتعالى أعذر قبل إرسال الرسل، ولذلك قال الله تبارك وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسول، وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. فإذا هذه ألطاف ورحمة من الله، رحمات من الله كثيرة. أولا أنه أخذ على البشرية، العهد في عالم الذر. ثانيا فطرهم على الدين. ثالثا لم يحاسبهم إلا بعد إرسال الرسل وهو على الدين الصحيح. فطر معناها خلق، وهو على الدين الصحيح فطر كلا، فطر بمعنى خلق في النهي اللغوي. وقبل المرسلين أعذر كرامة الولي. كرامة الولي حق، كرامات الأولياء حق. ومن هم الأولياء؟ الأولياء عرفهم الله تبارك وتعالى فقال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ومن اتصف بهذه الصفات وجبت له المحبة، وجبت له المحبة منا، يجب علينا أن نحبه، في الله، وهو محبوب من الله طبعا، لكن وجبت لنا، وجبت لنا محبته، وجبت علينا محبته. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب، حتى ثلاث من كنا فيه، ذاق بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله، أحب إليه مما سواهما، وأن يكره أن يقذف، أن يرجع إلى الكفر كما يكره أن يقذف في النار، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. وفي الحديث الصحيح أيضا من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى في الله ومنع في الله فقد استكمل الإيمان، ولا تجوز معاداة من اتصف بأوصاف الولاية التي ذكر الله تبارك وتعالى في الآية، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري من رواية أبي هريرة، الحديث الرباني من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. و الأولياء لهم كرامات، وكراماتهم من باب الخوارق. الله تبارك وتعالى بنى هذا الكون على سنن ونواميس وقوانين ثابتة مضطردة، ولكن قد تخرق أحيانا لحكمة أرادها الله، وهذا الخرق، خرق العادة والناموس، يكون محمودا ويكون مذموما. فالله تبارك وتعالى
خوارق أنواع، منها المعجزات، ومنها الكرامات وهي في حق الأولياء، ومنها المعونات وهي في حق مطلق المؤمنين، ومنها الإهانات وهي أن تخرق العادة لكن تأتي بعكس ما أراد الكافر، كما وقع لمسيلمة. سمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح يده على رأس صبي كان أقرع فنبت له شعر حسن ولم يشب بعد ذلك، فمسحه ورأس يده على رأس صبي يريد أن لا يشيب، رأسه موجود ليس أقرع فقرع. وسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بزق في بئر كانت مالحة فصارت عذبة، فبزق هو في بئر فغارت من عدم فيها الماء. هذه إهانة. والاستدراج يعطيها الله تبارك وتعالى، هو الشائع يعطيها الله تبارك وتعالى للفاسق الفاجر حتى يستمر في غيه وغفلته. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون كما قال تعالى وأملي لهم إن كيدي متين. وليس والأمور توجد بعض الأمور الغريبة التي ليست من باب الخوارق، ليست من باب خوارق السنن، وإنما هي أمور تسري على سنن معينة. مثل مثلا الآن هذه ما نشاهده من الإنتاج التقني في مجال الفضاء وفي مجال البحار وعلى الأرض وفي مجال الاتصالات بأنواعها، هذا كله ليس خرقا للسنن وإنما هو استفادة من السنن. كذلك السحر ليس خرقا للسنن وإنما هو علم يقرأ وقوانين تدرس وأثره أيضا ضعيف. ثم أيضا الشعوذة عبارة أيضا عن علم خفة اليد وسرعة التعامل مع الأشياء حتى يظنها الرائي شيئا آخر، وهو علم يدرس. وكذلك الرياضات الروحية التي يقوم بها غير المسلمين مثل البوذيين والوثنيين والنصارى واليهود حتى تسهل على بعضهم بعض الأمور، كأن يطير مثلا أو أن يسبح بسرعة في الماء أو أن يرى بعض الأشياء وهكذا. هذه رياضات روحية وليست خرقا للعادة وإنما هي رياضات روحية يقومون بها فيحبسون أنفسهم عن الشراب وعن الأكل ويحبسون أنفسهم بالصيام وبالرياضات المختلفة حتى يروا هذه الثمرات، ومن عمل عملهم وجد ما وجدوا، لكن لا فائدة فيها. كذلك التنويم المغناطيسي الآن كعلم، علم غريب وعجيب ولكنه ليس خارقا للعادة وإنما هو علم مضبوط له قواعده وسننه. وكذلك الفراسة ليست خرقا للعادة وإنما هي علم ينبني على قوة طبيعية أعطاها الله لبعض الأفراد، قوة في إدراك الأشياء أعطاها الله تبارك وتعالى لبعض الأفراد. وكذلك تحضير الأرواح علم، وهو علم التعامل مع الجن، فالجن يحضرون في شكل الرجل الذي أنت تريد تخيل للناس أنك أحضرته، يحضر الجني في صورته فتخيل أنت للناس أنك أحضرته، وهذا علم التعامل مع هؤلاء الجن فقط. وغيرها
من الأشياء الغريبة التي ليست خارقة للعادة، وإنما هي علوم فقط من يجهلها يظن أنها خارقة، يظن أنها خارقة للعادة. كرامة الولي حق، والدليل عليها قول الله تبارك وتعالى في سورة النمل: أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. وقال الذي عنده علم من الكتاب: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. قال أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. وقال الذي عنده علم من الكتاب: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. من شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. وكذلك قول الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. ومريم على الصحيح ليست نبيا، والذي جاء بعرش بلقيس أيضا إنما هو رجل صالح من أتباع سليمان. لا، إنس، الإنس هو الذي جاء به، الجن عرض خدماته، لكن خدمات الإنسي كانت خدمات الإنسي كانت أسرع. وكذلك قول الله تبارك وتعالى في سورة مريم: فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها: ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فكلي واشربي وقري عينا. وكذلك قول الله تبارك وتعالى حاكيا عن أصحاب الكهف: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم ضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. ضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم. فهذا النوم
فهذا النوم خرق عادة. ولذلك قال تعالى: ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. وكله عبارة عن نوم. وهم يتوقعون أنهم إنما ناموا يوما أو بعض يوم. كم لبثتم؟ قال: لبثنا يوما أو بعض يوم. وأما الأحاديث فمنها أحاديث أبي هريرة عند الشيخين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد كان في من قبلكم محدثون، فإن يكن في أمتي أحد فإنه عمر. وحديث البخاري الذي قالت فيه بنت الحارث إنها دخلت على خبيب بن عدي وهو يأكل من ذمار ورطب لا توجد بمكة وفي زمن لا توجد فيه أصلا. فعلمت أنه إنما رزقه الله. وكان مسجونا عند قريش. وكذلك حديث أصحاب الغار في الشيخين، حديث المشهور، وحديث الشيخين أيضا في قصة الأعمى والأبرس والأقرع. وحديث الشيخين في قصة جريج وهو رجل من بني إسرائيل طلبته أمه وهو يصلي فلم يأتها وإنما مضى في صلاته، وتكرر ذلك منها فقالت: اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات. فطلبته امرأة ذات جمال لتفتنه فلم تستطع، فذهبت إلى راعي فأمكنته من نفسها فأنجبت ولدا وقالت إنه من جريج. فجاءوه وكسروا صومعته وضربوه. فقال: ما الخبر؟ قالوا: أنت أنجبت من هذه. قال لهم: أتوني بالصبي. فأتى الصبي فسأله فقال: من أبوك؟ قال: الراعي. وكذلك أيضا وقائع، هناك وقائع كثيرة تدل على هذا، منها حادثة عمر التي رويت بسند صحيح عندما رأى سارية عن بعد وهو يخطب فقال له: يا سارية الجبل، ما تحصن بالجبل. كذلك رسالته إلى النيل. وغيرها من الوقائع التي وقعت للصحابة والتابعين ومن بعدهم. كرامة الولي حق، وكفر نافي الوجود. كفر نافي الوجود لكل ما ثبت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كل ما ثبت في كتاب الله فمن نفاه فقد كفر، وكل ما ثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المتواترة من نفاه فقد كفر.
سواء نفى البعض أو نفى الكل، فمن نفى بعض القرآن كمن نفى القرآن كله، أي نافي وجود الكرامات لأنها ثبتت في كتاب الله نافي لما في كتاب الله. وكذلك كل أحكام الشريعة الثابتة، فالأمور بالنسبة لنا موجود وهو الشرع، ومفقود وهو القدر، ونحن إنما نسأل عن الموجود وإنما نعلم الموجود ونجهل المفقود ولا نسأل عنه. مدعي الغيب القدر، كذلك من ادعى أنه يعلم الغيب الذي اختص به الله تبارك وتعالى، الله تبارك وتعالى يقول إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ما تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. و لا يعلم الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون، بحديث عائشة في البخاري قالت من قال إن محمدا يعلم الغيب فقد كذب، والرسول صلى الله عليه وسلم قال قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وأي شيء لم يعط للنبي صلى الله عليه وسلم فقطعا لم يعط لمن دونه. وكذلك مدعي معرفة القدر أو التصرف في القدر، كمن ادعى معرفة ما في اللوح المحفوظ بتفاصيله والقدرة على تغيير فيه والحذف والتبديل، وكفرنا في الوجود مدعي الغيب القدر. ثم قال ومعجزات الرسل قبل البعثة توجب لدعان لكل الملة، بعد البعثة، نعم، ومعجزات الرسل بعد البعثة توجب لدعان لكل الملة. معجزات الرسل بعد بعثتهم، الرسل قبل بعثتهم يجدون بعض الكرامات وتسمى إرهاصات، كما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما ذهبت به حليم. وبعد البعثة معجزاتهم عبارة عن أدلة شاهدة على صدقهم، على صدق ما يخبرون به وعلى أنهم مبعوثون من لدن عزيز حكيم. والمعجزة الفرق بينها وبين خوارق العادات الأخرى أنها تأتي عند التحدي، فالمعجزة تأتي عند التحدي وتأتي لإقامة البراهين على العبودية الناس لله وعلى ألوهية الرب للناس، وتأتي لبيان حقائق الآخرة ولبيان صحة شرائع الرحمن.
وأهلها همهم هداية الناس، الأنبياء همهم ينحصروا في هداية الناس وإخراجهم من نور الجهل إلى من ظلمات الجهل إلى نور العلم، ويعطيهم الله تبارك وتعالى من الخوارق الكبار ما لا يعطى الصالحون والأولياء. فالوحي الذي أعطي النبي صلى الله عليه وسلم وهو معجزة لا يجوز أن يعطى لأي ولي ولا أي صالح. وكذلك المعجزات الكبرى كإحياء الموتى، هذه لا تكون للأولياء والصالحين مطلقا، وإنما هي خاصة بالأنبياء. ومعجزات الرسل بعد البعثة توجب للعانة، أي الخضوع لكل الملة الشريعة التي أتوا بها. و ثم قال ومعجزات الرسل بعد البعثة توجب للعانة لكل الملة في اللوح بالقلم خط ما قضى، ولا يكون غير ما شاء ومضى. في اللوح بالقلم خط ما قضى، هذا إشارة إلى أن الله تبارك وتعالى كتب كما في الحديث الصحيح حديث مسلم، كتب كل شيء بالقلم في اللوح المحفوظ، وهو المشار إليه في قول الله تبارك وتعالى في سورة الحديد: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. والمشار إليه في سورة الرعد في قول الله تبارك وتعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. في اللوح بالقلم خط ما قضى، ولا يكون غير ما شاء الله، لا ولا فلا يكون فلا فلا يكون فلا يكون غير ما شاء وقدر، لا يكون إلا ما شاء الله وقضاه في الأزل. فالأمور توجد على وفق ما قضي في الأزل، وذلك معروف مقرر في الكتاب والسنة. الله تبارك وتعالى يقول: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ما تشاءون إلا أن يشاء الله، لله الأمر من قبل ومن بعد، كون غير ما شاء ومضى. ولن يصيب العبد غير ما كتب من قدر، ولن يرد ما وهب. الله تبارك وتعالى يقول: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسك بخير فهو على كل شيء قدير. في الآية الأخرى: وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء في بعده، ولن يرد ما وهب. نعم صحيح، حديث الترمذي صحيح من رواية ابن عباس: اعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. وكذلك قول الله تبارك وتعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب لنا إلا ما كتب قل لن يصيبنا إلا ما كتب قل لن يصيب قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. نعم. ثم قال: وعرشه تحمله ثمانية، كرسيه ترفعه ثمانية، كرسيه فوق السماء العالي. العرش
وسقف الجنة كما في الأحاديث الصحيحة، وتحمله يوم القيامة يحمله ثمانية من الملائكة، لقول الله تبارك وتعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح قال: أذن لي أن أتحدث عن ملك من ملائكة العرش ما بين أذنيه وعاتقيه مسيرة 700 عام، ما بين أذنيه وعاتقيه مسيرة 700 عام. وفي الحديث الآخر الذي أخرجه الطبراني وغيره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين موقي أحد حملة العرش ومؤخرة عينه 100 سنة، سيرة 100 سنة. فهؤلاء مخلوقات عظام خلق الله تبارك وتعالى شرفها وكرمها، وهم يحملون العرش عرش تشريفا لهم، يشرفون بذلك. يحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8، عرشه ترفعه 8. وأما في الدنيا فقال بعض العلماء: يحمله كذلك في الدنيا 8، وقيل يحمله 4 في الدنيا. عمله 8 وعرشه فوق السماء أو كرسيه فوق السماء العالي. الكرسي اختلف فيه، مذكور في قول الله تبارك وتعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض،